هذا سائل يقول: ما شاء الله تبارك الله، أبنائك من حفظة القرآن، ما هي الطريقة التي سلكتها لنستفيد؟ أبشر من عيون من هذا الخشم، من منطلق حب الخير للغير، وأيضا من الدعاء على الخير كذا فعلي، ولا يمنع أحدكم حتى يحب الآخرين ما يحب نفسه. نعم، أنا لا أريد أن يتوقف هذا الفيديو عندك فتكون يعني مستهلك، أنا أريدك أن تكون أيضا منتج. إذا وصل إليك هذا المقطع ذكر به غيرك، من منطلق الدلع الخير كفاعل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، أول طريقة في القرآن السمع. في القرآن الكريم تجد في أكثر من آية السمع مقدم على البصر، والدليل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع مقدم على البصر. اسمع محمد صديق المنشاوي على سبيل المثال، محمد أيوب، اسمع الحذيفي الحصري، اختار لك 5 قراء اسمعهم سمع في الوجه، الوجه الذي يعني تريد أن تحفظه. هذا أول شيء. ثاني شيء، المقرئ يقرأ الوجه كامل، اللي هو أنا. أنا مثلا أدرس الأجبال، من الذي علمكم؟ كيف حفظتم القرآن؟ أنت. أول شيء أنت تقرأ، طيب. أول شيء السماع، بعدين أنت تقرأ الوجه كامل. السماع أول شيء ذكرنا هذا، ثم أنا أقرأ وأنت لا، التلقين. أي أنت تقرأ وأنا أسمع. أي مثلا أقول ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بهذه الطريقة، هذا يسمى إيش؟ التلقين، إلى أن ننتهي من الوجه، وبعدين أنا أقرأ الوجه كامل وهو يسمع، وبعدين هو يقرأ الوجه وأنا أسمع، إذا في خطأ أراجع، وبعدين آية بآية. مثلا نقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أيوه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم. حلو، إلى أن ننتهي الوجه، وبعدين هو يأخذ الآية الأولى ونأخذ الثانية، بعدين نكرر كم مرة؟ 30 مرة نظر، بعدين تروح تنام نوم العوافي، تقوم اليوم الثاني وانت حافظ ما شاء الله تبارك الله، تقول أنا حافظ، أقول لك سمع، تقول ما شاء الله تبارك الله أنا حافظ وسمع صحيح. لا، ما نقول لك ما انت حافظ، كرر 40 مرة الوجه، وهكذا نستمر. غيب أكيد، 40 مرة الوجه غيب، ونستمر بهذه الطريقة. أيضا نأخذ كل ما حفظنا يوم يزداد عندنا هالأوجه، فنربطه مرة الوجه الأول مع الثاني مع الثالث، إلى أن ينتهي الجزء. الجزء عبارة عن كم وجه؟ 20 وجه. خلاص، إذا حفظت بهذه الطريقة يرسخ الحفظ، يعني يعتبر حفظ مع ضبط. هذه أفضل طريقة. رفعت الجلسة، والله الله، انشروا، بارك الله فيكم، انشروا إيش؟ المقطع، انشروا لتعم الفائدة، واجعل شعرك حب الخير للغير، وابشر بالخير. في أمان الله.